المسلم لابد أن يحفظ حفظ يومي للقرآن، ينبغي عليه أن يحفظ حفظ يومي للقرآن. أسلامي زخون سب أب معلتي زتوس سنة ناي قرآن عن كسات كحفزن كسنعنا له كما كان السلف كم تقد محجزنا بروتهم سلف زنبرو أولا يصحح قراءة القرآن مجمريا كما يغيرهم زغر أصبي أغفل يأتي إلى مدرس إمام المسجد ويصحح عليه القراءة أب ممهر زخون يمتس ويد ما أب إمام زخون ناي مسجد مسيو كما يغيرهم زغر أغفل تعلو قبل أن يحفظ يصحح القراءة قد ما محفظه كما يغيرهم زغر أغفل تعلو صحح القراءة الآن يحفظ انت دا أسريو كما يجي أسفيفو انت دا أتفليتو دحريو يحفز معناته ينظر في تفسير مختصر لمعاني هذه الآيات حتى يتدبر القرآن كم مهار كله خنبب كلون تفسير نايت القرآن مبرهر هي زخونة حيزو تقرأ زحا شيء ويستعين بالله على العمل بهذا زخ قبر كلون برب تحقيزو خونا له أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة كابتن قرآن بملؤه بتعمي أقداسة زخونة سورة الفاتحة ثم بعد هذا يأخذ قصار السور تحريقو تن حتصير زخونة سوراتات تن معرفات دان ببي خيط يستعين بالله على التعلم والعمل والله أعلم زي كما يجيرو برب تحقيزو كما يجيرو خمزة النع برب تحقيزو خونا اللوه